وقد قام سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة العليا للاشراف في العام على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الاولى بمحافظة المحرق بزيارة تفقدية الى مراكز الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات التكميلية وقد اطلع رئيس اللجنة العليا يرافقه اعضاء اللجنة على الاجراءات المتخذة لضمان سلامة وسلاسة العملية الانتخابية وتوفر كافة المتطلبات القانونية والفنية اللازمة لتمكين الناخب في هذه الدائره من اداء حقهم في انتخاب عضو مجلس النواب